احترف بالنسبه لفريق. الكره خطيره، جول اول لنوروز. اولابي في غفله من دفاع نادي الصناعه، اولابي اول كريم، واولابي يسجل اول اهداف اللقاء لنادي نوروز. يفتتح التسجيل كريم، ولي كريم لعب الكل بالكل. هنا الكرة العرضية والمحاولة ومرت من أمام كرار فالح، وأولابي يصوب في الزاوية البعيدة الصعبة على محمد كاظم. هنا أولابي والآن يسجل في مرمى نادي الصناعة. لاعب الخطير مثل ما ذكرت الثنائي الواضع على الصورة، أولابي وكلاوديو مارادونا. لا بالي راسيا لكا برز كده ويشكنا يا بوتالي دوان بوت بلاي ميكر، بلاي ميكر يا حسين عبد الواحد. يا الله الله لم كولا تغل خوش بستان. الله 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 لقل يكر بلاي ميكر يا حسين عبد الواحد. يا الله الله لم كولا تغل خوش بستان. الله 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 لقل يك الواحد. يا الله الله لم كولا تغل خوش بستان. الله الله